عطلة أسبوع هادئة سياسيا ميزها لقاء المختارة الذي أكد على مصالحة الجبل وعلى الوحدة الوطنية وتطلع إلى الحلول السياسية برعاية رئيس للجمهورية، وترافق ذلك مع تجديد الرئيس نبيه بري على انتخاب رئيس قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أنه أبلغ أهل الحوار أنه بدأ العمل لذلك ولن يتوقف. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة النيابية للانتخاب الرئاسي بعد غد الاثنين ليس مقدرا لها الانعقاد بفعل عدم اكتمال النصاب. وفي رأي أوساط سياسية إن مسألة اكتمال النصاب لن تتحقق إلا بعد التوافق المحلي الذي ينتظر التوافق.